الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأساتذة الكرام والباحثين والباحثات وطلبة وطالبة وكل من اشترك في هذه القاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أشكر الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا الذي أنعمنا في اجتماعي لهذه الندوة الدولية حول موضوع بعنوان Education and Ethics in Badir Saman Sayyid Nurzi's Risale Noor. Alhamdulillah, kama kala Sadiqi Al-Ustad Ashraf. Inaha mawlu'un mula'ikun wa mawkudun jiddan ayin yatakadama indana inda ulama wa tulab wal asadida Kerala alladhina la ya'rifuna jayidan an musahamat Badir Saman Sayyid Nurzi إني أريد هذا المؤتمر الدولي يفيد لنا فاتا جدا في أن يعرف أن مساهمته الكل إني لا أريد أن أطول كلامي وإني أهنئ أرحب كل من وصل إلينا كضيوفنا عندنا كيرلا من مختلف بلاد البلاد العربية وخاصة من بلاد تركيا في إسطنبول وكلكم إني أتمنى الترحيب ومع ذلك عليكم الشكر جزيل وأيضا إني آخر دعواتي الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.